إلى أرض الوطن؟ نختاروا انتم نطلعوا المواطنين على الأوضاع اللي تتعلق بهذا المواطنين الموريتانيين أساسا الطلبة اللي موجودين بأوكرانيا والإجراءات اللي قامت بهم الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس السيد محمد والشيخ الغزواني. كما أشرت في اليوم الماضي احنا شكلنا لجنة كيف تعرفوا هون مكلفة خلية موجودة في الوزارة وكانت تشتغل كما أشرنا إلى ذلك 24 ساعة إلى 24 ساعة. وبدي نقول لكم عنها أجرت الكثير من الاتصالات وفي هذه الاتصالات مع العائلات وبعضها مع الطلاب وبعضها مع السفارة اللي في برلين والسفارة اللي في موسكو إلى آخره. وأهم اللي بعد في الموضوع هو أنهم من خلال المعلومات اللي حصلوا عليها عنه في الأيام قبال اللي قبل بداية العمليات العسكرية كانت هناك 35 طالب والله خلينا نقول موريتاني أساسهم لا طلاب موجودين في أوكرانيا. سبعة منهم غادروا قبل بداية العمليات العسكرية. إذن يوم بداية العمليات العسكرية كانت موجودة هناك 28 طالب. هاي 28 طالب الخلية اتصلت بهم واحد واحد وحتى بما فيهم طافلات اثنتين وكانت عندهم جميع المعلومات اللي متعلقة بهم وجودهم والمكان اللي هم فيه وأرقام هاتفهم وأرقام عائلاتهم هون اللي كانوا يبلغوها كذلك المعلومات. هذه 28 اليوم نحن الحمد لله فرحين بأن نقولوا عن هذه المعلومات الموجودة عندنا اليوم. 22 منهم وصلوا ولله الحمد اليوم إلى دولة المجر اللي قالها بالفرنسية هونغري وعلى ثلاث دفعات اثنين وحدهم و18 كانوا جايين في القطار وربما تعودوا حاسين بالقطار اللي بدأ الرحلة بالجماعة اللي كانت في خاركوف اللي هي على أقصى الشرق واعدين أقصى الغرب اللي هم الحدود كانوا أولا يحاولوا الحدود البولندية ولكن الحدود البولندية عليها كثير من الزحمة وعادوا أفضلهم أنهم يدخلوا في دولة المجر. هذا القطار نقول أنا تابعناه من يوم مغادرته إلى ما قلت أننا كنا راكبين فيه كنا بعد نتابعينه بساعة ساعة ونطلعوا على معلوماته حتى عندما يتوقف ولا تحصل عملية عسكرية ولا يطفي الضوء ولا يتوقف القطار كانت هاي المعلومات كاملة متابعة من خلال الزملاء اللي هم هون معايا اللي أعضاء في الخلية وهذا تم متابعينه وجزاهم الله خير هم الطلاب يعطون المعلومات كذلك اللي يركب معاهم واللي كان ماشي معاهم أصلا اللي نعرفوا عنهم كانوا أصلا 12 ماشي من اللي دخلكم في اللي كانت في الشمال أكبركم معاهم خمسة إلى آخر. المهم بعد إن 22 الحمد لله وصلت اليوم كيفية على ثلاث دفعات إلى المجر والآن في طريقهم فتوصلوا منهم واحدين والأخرين في طريقهم في باص جايسين مدينة بيدابست اللي هي عاصمة دولة المجر. وعندنا كذلك ثلاثة قيموا من مدينة ينقالها بولتافا وسط تقريبا أوكرانيا هذا في طريقهم الآن ماشيين في باص واعدين زادهم دولة المجر لا يتلاحقوا بذيك 22 ونحن في اتصال معهم الحمد لله في اتصال مع عائلاتهم. هناك تلميذي زاده طالب كان مدينة ينقالها دونوبري وهو متوجه الآن ربما إلى عاد ما أدخلهم في ذلك الوقت نتكلموا فيه على الحدود الرومانية. وهناك تلميذي في مدينة ينقالها دوفوتسكي وطالب قرر هو الوحيد اللي قرر أنه ما فات عن ماشي وأنه طالب أنه طالب أسبوع يدور يقرر من خلال تطور الأمور وعنده أسباب إما يتعلقوا بدراسته اللي عتوافية والله أملوا عن هاي الأزمة أنها ما تطول وقالنا أنه في أسبوع يدور يعطينا قرار بالنهاية ولأنه بعد عندنا الاتصال به وعندنا جميع الحالة بعض اللي قدرنا نجيبه عن أخباره والظروف اللي هو فيها. أنا كيف قلت في البداية إحنا هم ذو كاملين عندنا معلوماتهم الدقيقة ما في أرقام صور من جوازاتهم وأرقامهم إلى آخره. فعلا في واحد من التلاميذ ولا بعض واحد من الجالية لم يتعامل معناها أنه مثلا لم يتعاون مع اللجنة وقرر أنه ما يعطي معلومات ويبدو أنه طالب سابقا غير ياسم الزمن في أوكرانيا وصل فعلا اليوم المجر يغير مقرر أنه ما هو محتاج المساعدة وأنه ما هو داخل في القرار اللي بتفارك معها الحكومة. المهم كذلك عنكم تعرفوا عليك السبعة الأولى اللي ذكرت اللي غادرت قبل العمليات في واحد وصل إلى مدينة برلين واتصل بالسفارة
واستقبلوا السفير، واليوم هو في ضيافته السفير في المنزل، منزل السفير. وهناك كذلك نقطة أخرى مهمة، هو أن جميع اللي قلت لكم قبيل 22 اللي انضافوا لهم ثلاثة، هاي الجماعة قبلت لها السفارة فندق في بيدابست، وقرروا قاع هم أنهم يختاروا يستراحوا نهار ولا اثنين، اللي يتلاحقوا بهم ذوك الثلاثة أولا اللي ماتوا جاو، وكذلك يستراحوا مكان عاقبهم. سفر حقيقة متعب، متعب أولا نفسيا وكذلك من ناحية عدد الساعات، ربما أنه السفر زاد على 24 ساعة. الحمد لله حصلنا خط اليوم من عند بيدابست مباشرة على إسطنبول إلى نواكشوط، يمشي نفس النهار في الصباح ويوصلوا هون في المساء، وكان بإمكاننا نحجزوا لهم اللي غدا، وفاتنا أعطاءات التوجيهات من فخامة الرئيس لأخذ تذكرة لكل واحد منهم على هذا الخط، إلى قرروا هم كيف قلت عنهم لا يفوتوا نهار ولا اثنين، وربما لا يسافروا يوم الخميس إلى حصلنا على الأماكن في الطائرة هاي. والله والطائرة هاي خارجة كل يوم، والله إن شاء الله يوم الجمعة، والأكيد أنهم عند وصولهم هون إن شاء الله دور تستقبلهم كذلك الوزارة، هذا الشيء عادي. هناك كذلك من ناحية المعلومات المكتملة، هناك عائلة أمها موريتانية وموجودة هي وزوجها ومعاهم ولدين ولا طفلين، بعض الأطفال اثنين، وقالوا عنهم كانوا يدورون شلال مساعدة لدخول رومانيا، ومشات لهم السفارة دعوة سمحت لهم أنهم يدخلوا، والله بعد ربما ضرك في صد الدخول رومانيا، لكن مقررين أنهم ما يجوا. كيف قلت لك العائلة احنا في اتصال مع الموريتانية اللي هي أم العائلة ومع عائلته هون، وهذا هو اللي أساسي في القضية. اللي نقدر نزيد هون من النقط هو النقطة الأولى، كنا عندنا منحة من ناحية العمليات اليومية اللي هو متابعة والأرقام والتواصل، وكان عندنا منحة دبلوماسي ثم حسيتوا بيه، فتنا قاعد أعطيناكم منه بعض النقط، هو قضية اتصالنا بالسفراء بالوزراء. أنا كيف قلت تكلمت مع الوزير المغربي زميلي ناصر بوليطة قبل أيام، وعرضوا علينا وإجازهم، وكانوا مستعدين أن نأخذ أماكن على الرحلة التجارية اللي موفرتها رام، وكنا مستعدين نقضي عليها تذاكر، ولكن في النهاية كيف قلت جبرنا خط أسرع من ذلك، ولكن هي فرصة لشكر دولة المملكة المغربية الشقيقة على هذه الاحتمال له، اللي مازال موفر لعله يعود حد من ذوك الطلاب اللي كيف قلت اللي مازالوا لا يوصلوا متأخرين، إما عن طريق رومانيا أو عن طريق المجر، يحتاج ذاك توفر. احنا المهم عندنا كنا يعودوا عندنا كثير من الاحتمالات، وكلها احتمالات تجارية، والدولة جاهزة لهم ومستعدة لهم، وهذا هو المهم. من المسار كذلك كيف تعرفوا زيادة لذلك، احنا اتصلنا بكثير من الدول الأخرى اللي تنسيق الجهود، والتقينا هم بالسفير الروسي، كان أساسي عندنا بما أن الروس هي طرف في العمليات العسكرية والعالمة وجود مواطنين، هذا هو أصلا القواعد اللي تعدل في هذا النوع من الحالات، وتحاسب أماكنهم ويعطونا تعهدات أنهم يسهلوا عند ما أمكن تحركاتهم. كذلك التقيت بجميع السفراء الدول الغربية اللي موجودة هون في البلد، كان عندهم مبادرة هما تتعلق بالقضايا السياسية وقضية موقفهم من هذه الأزمة، ولكن كذلك تحدثنا معهم وفي وجود مواطنين واحتمال توفير لهم ما أمكن من التسهيلات. أنا هي فرصة كبيرة بالنسبة لي أني كما قلت أولا أشكر هاي الدول الصديقة اللي كاملة وقفت معانا وساعدتنا، ولكن الله اللي عنه وقت فرح مع وصول هذه الجماعة الكبيرة اللي كيف قلت الحمد لله اليوم على الأقل 22 من أفات وصلوا كامل 28، واللي بقى اليوم حقيقة فعلا لم يتحرك هو طالب واحد اللي ذكرته قبيل، والأخرين إما على الحدود والله ربما يوصلوا بالليلة بيقولي ماشي من الأماكن أقرب هي حدود رومانيا وحدود المجر. وأشكر كذلك أعضاء اللجنة حقيقة، أنا أريد أني نهنئهم على هذا العمل اللي قاموا به على مدار الساعة، وكانوا يمشون تقارير فخامة الرئيس، وأنا فخامة الرئيس كان متابع القضية شخصيا، وكنا عندنا معلومات دقيقة، ما هو مرة واحدة بالنهار، مرة آيات جينا معلومات مرتين وجينا تقرير دقيق بما فيها الصور والأوراق والاتصالات اللي حصلت. أريد كذلك أن أشكر السفارة، خاصة السفارة في برلين والسفارة في موسكو، السفارات قاموا بتقعهم اليوم الأول واقفين مستعدين لدعم هذه القضية، خاصة سفارتنا في برلين. وأشكر كذلك تسمحوا لي هون البرلماني المختار والخليفة وجماعة الممثلين الجاليات في الخارج، كانوا زادهم يقوموا بكثير من الاتصال مع الجاليات ويوفرون المعلومات ويوفرهم العائلات، وقطعا يستحقون مني كذلك الإشادة بهذا العمل اللي قاموا به.
أنا ظاهر لي عن المهم في هذا كامل هو أنكم تفهموا عن هذه القضية، أنا قضية مهمة عندنا، وأنا من البداية قام فخامة الرئيس باهتمام بها والتوجيه بها، وأن اليوم الحمد لله عندنا خبر بعد مهم هو وصول هذه 22 اللي وصلت بالفعل المجر، والجماعة الأخرى اللي هي خمسة ستة عفوا في طريقهم قريبين إن شاء الله أنهم يوصلوا إما رومانيا وإما المجر، ونحن دولة مستعدة توفر لهم كيف أولا أماكن للاستراحة وبعد ذلك إن شاء الله توجه إلى الوطن. وشكرا والسلام عليكم.